السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقه بغيت نشارك معكم وصفه للزياده في الوزن، وصفه ناجحه 100% وكتزيد في الوزن في واحد المده اللي هي وجيزه، وصفه السمسم وسريعه كتان معروفه. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفه هذه اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات امينه لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاجوا في المكون الاول زريعه الكتان، هذا هو الشكل ديالو. وغادي نحتاجوا في المكون الثاني الزنجلان يعني السمسم. بالنسبه لطريقه تحضير الوصفه، غادي تاخذي اختي كميه معينه من هذه المكونات، غادي تنقيو مزيان من الشوائب. بالنسبه للمكون ديال زريعه الكتان ما كنحمصوهاش، غادي تاخذي اختي كما قلت لك كميه معينه منها، وغادي تنقيها من الشوائب وتحتفظي بهذا البذور هذه في واحد العلبه محكمه الاغلاق، وغادي تبقى اختي تاخذي منها في كل يوم كميه محدده. هذه الكميه اختي هي اللي غادي تطحني باش غادي تحطلي على البودره، هذيك البودره اللي غادي تناولها اختي فورا فداك اليوم ملي غادي تحصلي على هذه البودره ديال زريعه الكتان. ماشي الكميه كلها، مثلا الا بغيتي اختي تستعملي هذه الوصفه هذه مره واحده في اليوم، غادي تاخذي من هذا البذور ديال زريعه الكتان معلقه كبيره، وغادي تطحنيها وغادي تناوليها فورا، ما غاديش تخليها اختي مطحونه لواحد المده طويله، يعني غادي تخليها مطحونه لمده ديال يوم ولا يومين، لا غادي تاخذي غير كميه الكميه اللي بغيتي تستعملي في هذيك اللحظه، وغادي تطحنيها وغادي تناوليها باش تستافدي اكثر من الفوائد ديالها ومن الزيوت ديالها. بالنسبه للمكونات ديال السمسم، غادي تاخذي اختي كميه معينه، غادي تنقيه حتى هو مزيان من الشوائب، وغادي تحمصيه وتطحنيه. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي تاخذي اختي هذه الوصفه هذه من بعد وجبه الافطار معلقه من زريعه الكتان منقيه من الشوائب وغير محمصه، غادي تاخذي معها جوج معالق كبار من الزنجلان محمص، وغادي تطحني الكل في المطحنه الكهربائيه حتى تحصلي على بودره. هذه البودره اختي غادي تخلطيها يا اما مع الشوكولا السائل ولا مع العسل ولا مع كاس من الحليب الدافئ ولا مع كاس من الياغورت. هذه الكميه اختي غادي تناوليها كامله بعد وجبه الافطار. غادي تخلطي هذا البودره ديال هاد المكونات بجوج بهم مع المكون اللي متوفر عندك، يا اما كاس من الحليب ولا ياغورت واحد ولا مع القليل من عسل النحل الطبيعي ولا مع الشوكولا السائل. هاد الوصفة اختي غادي تعاودي تحضريها مرة أخرى بعد وجبة الغداء بنفس الطريقة والمكونات، ومرة أخرى بعد وجبة العشاء. هاد الوصفة اختي كتخد 3 مرات في اليوم بعد الوجبات مباشرة. المهم اختي هو زريعة الكتان خاصك ما تطحنيهاش كلها، الكمية اللي غادي تستعملي في هاد الوصفة غادي تطحني غير الكمية اللي غادي تحتاجي في هاديك اللحظة مع الزنجلان يكون محمص. هاد الوصفة هادي ناجحة وعطات النتائج ديالها بالنسبة للأخوات اللي تبعوها. غير الحالة النفسية ديالك اختي خاصها تكون مستقرة وتغذية متوازنة باش هاد الوصفة هادي تعطيك المفعول ديالها، ومن بعد مرور 15 يوم من استعمالك لهاد الوصفة غادي تلاحظي الفرق، غادي يتزاد لك في الوزن ديالك، وملي توصلي اختي للوزن اللي بغيتي غادي تبداي تنقصي من هاد الوصفة هادي بشكل تدريجي حتى توقفي على استعمال الوصفة بشكل كامل. وهاد زريعة الكتان هادي إلا تناولتي اختي من بعد الوجبات كتزيد في الوزن 100%. هادي هي الطريقة الصحيحة ديال استعمال زريعة الكتان في الوصفات ديال الزيادة في الوزن، كنتناولوها من بعد الوجبات مباشرة، وكتطحنيها اختي ملي تبغي تستعمليها غير وقت الحاجة، ولكن اختي ضروري خاصك تخلطيها مع مكون اخر وبالخصوص المكون ديال السمسم يعني الزنجلان. هاد الوصفة هذه معروفة وناجحة 100% وكتزيد في الوزن، وكنتمنى منكم تجربوها. كنتمنى هاد الحلقة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتعملوني بلايك. وبالنسبة للاخوات والاخوان اللي مازال ما اشتركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد، والى حلقة اخرى والى اللقاء.